بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال بظفاري، يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. هذا كم سعره؟ 35 35 درهم. طبعا هذا مفتاح ثنائي زين مع USB charger ويركب على انواع مختلفة من السكتات مع USB charger 2.1 بسعر 35 درهم. هذا النوع، هذا ما في ابيض؟ لا ما في. هذا النوع زين بيجي بريتش جنرال ذهبي بس فقط، لكن زين فيه فاست تشارجنج اللي هو 3.1 زين. هذا سعره 120 درهم اماراتي، يعني تقريبا حدود 30-40 دولار، 30-40 تقريبا زين. وهذا سعره تقريبا 10 دولار زين. بس هذا اثنين نمونه فيه، ثاني نمونه ما فيه. فيه هذه ايضا انواع فرديه زين، اسعارهم غاليه صراحه. هذا ما فيش وكذا ورا. الو سيلن سيلين وين بطل تراك معلوم بطل تراك. ها شفته؟ اه اوكي اوكي. هذا سجل 2.1 كم فلوس هذا؟ 35. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشره مع أحبائك. نشوفكم على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.